المرة الماضية تحدثنا عن الـ if statement و if else statement، وأخذنا بعض الأمثلة كيف نوجد أكبر قيمة من بين 3 قيم آخر شيء، وبعدين حكينا أمثلة أخرى. اليوم راح نأخذ أمثلة أخرى، إنه كيف بدي أعرف مثلا هون write a program to read three integers and count the number of zeros. يعني أنا بدي أدخل ثلاثة قيم وأشوف أكم زيرو من الثلاث قيم دخلتهم. فبالتالي المفترض أنا أدخل ثلاث قيم أول شيء. فما هي الثلاث قيم؟ معناته أنا بدي كأنه أعمل في داخل الذاكرة، خلينا أمثل الفكرة، في ثلاث مواقع تخزينية. هذه الثلاث مواقع تخزينية بدي أسميها، ليكن سميتها X1 X2 X3. فإذا أنا بدي أدخل ثلاث قيم، ماشي، بدي أدخل ثلاث قيم في داخل الذاكرة، لأنه أنا لما بدي أعالج أي بيانات يجب أن تكون في داخل الذاكرة، وبالتالي البرنامج بدي إياه يخزن لي هالثلاث قيم في الثلاث مواقع تخزينية، وليكن اسمها X1 X2 X3. طبعا لازم أدخل القيم هذه، فكيف بدي أدخلها؟ معناته لازم يكون في جملة CN أدخل الثلاث قيم. And count the number of zeros، معناته بدي أشوف من بين القيم اللي دخلتها في X1 و X2 و X3 أكم زيرو منهن. يعني بمعنى آخر بدي أشوف هل X1 زيرو أو X2 زيرو أو X3 زيرو or and. بمعنى آخر بدي أشوف كل قيمة هل هي صفر ولا لا. بما انه انا بدي اعمل count، يعني بدي عداد عدلي، المفترض اعرف متغير اسمه counter او count، ليكن اسمه count. هذا هو العداد، لانه انا في الاخير بدي اشوف كم عدد القيم التي قيمتها صفر. بدي افحص كل قيمة، وبالتالي بدي افحص كل قيمة بمعنى إنه بدي أشوف هل تساوي صفر ولا لا. وإذا تساوي صفر بدي أضيف للعداد واحد، وبالتالي المفترض أنا initially العداد يكون صفر. هذه العملية، هذا التفسير بقدر أترجمه في السي بلس بلس في الجملتين التاليتين، إنه integer x1 X2 X3 عرفت ثلاث مواقع، وكذلك integer count تساوي صفر. الآن بدي أدخل القيم، بقول له see out enter three integers، enter three integers. أوكي. و see in X1 X2 X3. إذن بالجمل هدول أنا أعطيت للمستخدم لهذا البرنامج إمكانية إنه يدخل الثلاث قيم، على اعتبار مثلا هذه دخلها 5، هذه 0، هي 1. وبالتالي الآن بدي أشوف هل X1 تساوي 0؟ إذا تساوي 0 زيد 1 للعداد، إذا لا continue. روح ل X2 تساوي 0 ولا لا؟ ولا لا بتروح ل X3 تساوي 0. وبالتالي بدي if statement، بمعنى اقول له if x1 equal equal 0 count plus plus، ضيف لواحد العداد. هل x1 تساوي 0؟ لا، معناته ما بضيف لواحد، بيجي لهون. if x2 تساوي 0؟ نعم، اذا نضيف واحد للعداد فبصير بدل الصفر هاي بصير قيمتها 1. if x تساوي equal equal 0؟ لا، بيجي لهون. إذا count the number of zeros، إذا بكتب لك الجملة number
number of zeros equal واحد، قيمة الكاونت اللي هي واحد. مفهوم هذا السؤال؟ طيب نأخذ مثال آخر. Write a program to read five characters. Five character word. يعني كلمة من خمس character. And count a number of A's. معناته أنا بدي أدخل character character. وبالتالي في الموقع التخزيني أنا في الذاكرة بدي أعرف خمس مواقع. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة. مشان أدخل كلمة معينة مكونة من خمسة كاركتر. طبعا هذه بنسميها كار 1، كاركتر 1، أي كاركتر 2، أي كاركتر 3، أي كاركتر 4، أي كاركتر 5. وبالتالي كل واحدة بتحتوي على كاركتر واحد. And count the number of A's. معناته بدي عداد أنا. لازم أعرف عداد مشان يعد لي. ماشي؟ عداد، والإنيشال العداد يساوي صفر. إذن هذول العملية من التفسير هاد أنا عرفتهم بالجملة كار كاركتر لأنه بده دخل كاركترز وانتجر كاونت زيرو. هلا دخل خمس خمس كاركترز سي أوت، أعطيني سي إن بدخلها. مثلا الكاركتر مثلا بدك تكتب هلا سوري علام. ماشي، هلا بدي اشوف كم ايز في داخلها. طبعا انا من هون بقدر اقول انه ثنتين مرتين ذكرت الايز. فكيف بدي اعملها؟ معناته بدي افحص الكاركتر الاول وافحص الكاركتر الثاني وافحص الكاركتر الثالث والرابع. هل هن يساوين ايه ولا لا؟ فكيف بعملها؟ معناته بدي اكله if character char1 equal ch1 equal a count plus plus. معناته هون هل هي تساوي a؟ نعم، اذا صارت هاي واحد. if ch2 تساوي a؟ لا. معناته if ch3 تساوي a؟ لا. if ch4 تساوي a؟ نعم، بصير اثنين. if ch5 تساوي a؟ لا. معناته شو بدي اعمل؟ بده يكتب لي في الاخير النمبر of a's equal 2. هذا عنده اي سؤال؟ حدا عنده أي استفسار؟ طيب أنا لو سمحت دكتور، أنا نعم. عشان دخلت متأخر. نعم، ممكن بس تعيد على السريع هيك بسرعة، لأني عشان هسه دخلت كان النت فاصل. طيب أنا بدي أدخل كلمة من خمسة كاركتر. ماشي، تمام، خمس أحرف خلينا نقول. فأنا كيف بدي أدخل الأحرف؟ بدي أعرف variables من نوع كاركتر كار. ماشي، فكأنه أنا بدي يعني خمس مواقع تخزينية من نوع كاركتر فعرفتهم اللي هي CH1 CH2 CH3 CH4 CH5. طيب هذه إذن مشان أعرف إنه كيف بدي أدخل القيم. And count the number of A's معناته بدي عداد يعد لي كم A's فيهن من الكاركترز اللي بدي ادخلهم. فبدي عداد initially هذا العداد بده يكون قديش؟ صفر.
ماشي بده يكون صفر. هلا كيف بدي اعرف انه السي اتش 1 هل هي A ولا لا، والسي اتش 2 هل هي تساوي A ولا لا؟ اذا بدي استخدم جمله اف ستيتمنت، فبقول له اف سي اتش 1 ايكوال ايكوال A ضيف واحد للعداد. فاول مره سي اتش 1 ايكوال A معناته بدي ضيف واحد بصير واحد. if CH2 تساوي A لا، CH3 تساوي A لا، CH4 تساوي A لا نعم، معناه تضيف واحد للعداد بتصير اثنين. if CH5 تساوي A لا، اذا بكتب لي number of A's تساوي اثنين. مفهوم؟ تمام تمام دكتور، يعطيك العافية. ناخذ هون write a program to input three side of a triangle. في عندي triangle مثلث، ماشي، في L1 L2 و L3. هلا print the word equilateral، بدي أطبع equilateral إذا كانت L1 تساوي L2 تساوي L3، يعني متساوي الأضلاع. ماشي متساوي الأضلاع بدي أقول equilateral. وإذا كانت isosceles اللي هي if L1 equal L2 or L1 equal L3 or L2 تساوي 3 اللي متساوي الساقين، هذه معناتها بدي أكتب isosceles. إذا word scalon، إذا L1 not equal to L2 not equal to L3، L2 not equal to L3 بمعنى غير أضلاعه مختلفة. فكيف بدي أعمل هذه العملية؟ بدي أكتب برنامج يا بكتب لي equilateral، يا بكتب لي isosceles، يا بكتب لي scalon، واحدة من هدول بدي أكتب حسب بناء على قيم L1 و L2 و L3. إذا أنا لازم أدخل L1 و L2 و L3 وبدي أشوف هل L1 تساوي L3 وتساوي L2؟ إذا نعم معناته equilateral. إذا كانت FL1 تساوي L2 أو or يعني L1 تساوي L3 or L2 تساوي L3 معناته بده يكون isosceles. إذا لا معناته أكيد بده يكون ساقين. كيف بدي أعملها؟ إذا أنا بدي أعرف متغيرات بغض النظر شو هن، float على سبيل المثال L1 و L2 و L3 وبقول له دخل لي إياهم. أوكي؟ هلا بقول له if L1 equal L2 equal equal L2 and L1 equal equal L3 and L2 equal equal L3 see out equilateral. Else if L1 equal equal L2 or L1 equal equal L3 or L2 equal equal L3 see out isosceles. Else if L1 not equal to L2 and L1 not equal to L3 and L2 not equal to L3 see out scalon. بهذا الحكي أنا قدرت أحدد شو نوع المثلث. طب خليني أنا أسأل هلا، لو قيمة هذه سوري لو قيمة هذه الجملة الالس والالس اللي هون شو رايكم شو بصير عندي؟ خربطهم بيعطيك ايرور. وين تبعطيكم بعطيك ايرور اذا شلت الالس؟ شو يعني شو بعطيك شو بخربطهم يعني؟ يعني ما بحسب كل واحد لحال، بحسبهم مع بعض. يعني مثلا كانت الأضلاع متساوية equilateral
شو بيطبع لك؟ والله انا متساوي يعني، ممكن يخربط منهم، يخربط فيهم يعني، يسوي مربع مش مثلث مثلا لا او موازي. شو مربع ثلاث اضلاع هاي؟ ممكن يخربط فيه شوي يعني. شو النتيجة؟ شو النتيجة بدي أعطيك إياها؟ مين بيقول لي؟ لو كانت أنا معطيه إنه L1 تساوي، يعني معطيه الـ L1 تساوي 5 وL2 تساوي 5 وL3 تساوي 5، شو بعطيك؟ شو بكتب لك؟ يلا بعطيك الأولى والثانية. شو بعطيك؟ انه متساوي ومتوسطين. بعطيك ايكوي لاترال وبكتب لك كمان ايسوسيلز. بكتب لك هيك، يعني بقول لك متساوي الاضلاع ومتساوي الساقين. مش منطق ولا لا؟ لازم يعطيك جواب واحد. فالإلس طلع قديش عملت لي حل لمشكلة، مفهوم؟ ماشي معي؟ طيب هلا write a program to input two numbers and the print arithmetic operation between the two numbers. The program should print the result of the operation. يعني أنا بدي أكله رقم 5 و 6 وأعطيه الإشارة زائد، معناته يعمل لي جمع، يقول لي 5 زائد 6 تساوي 11. لازم يعطيني الجواب 11. إذا قلت له ناقص لازم يعطيني ناقص 1. إذا أعطيني ضرب بيعطيني 30. إذا أعطيني قسمة يعني بده يقسم 5 على 6. كيف بدي أعمل هذه العملية؟ منتصر شبارو. اه دكتور. شو رايك؟ يعني انا هون عندي، انا بقول لك input two numbers، فلازم اقول له معناته ادخل two numbers. ماشي، two numbers لازم احددهم وين بده يدخلهم، ما هم بالذاكره، معناته عرفتهم بهذا الشكل. وبدي ادخل arithmetic operation. arithmetic operation ما هي زائد ناقص ضرب قسمة، معناته هدول هن عبارة عن ايش؟ كاركتر، فبعرفها ككاركتر. طبعا بدخلهم، بدخل الرقمين، الرقم الاول وكله 5 مثلا، الاشارة زائد بدخلها، وبعدين 6. فإذا قلت له بهذا الشكل الانبوت راح يعطيني if s equal equal plus، معناته c out a plus a plus b، يعني راح يعطيك 11. إذا دخلت له 5 ناقص 6 فهون راح يجي إشارة الناقص، لأنه s هي إشارة ناقص، وبالتالي بدي يطلع لك ناقص 1 وهكذا. مفهوم؟ write a program to input the coordinates of two points. في عندي البوينت B والبوينت A، والcoordinates معطيك BX BY BZ وAX BAY AZ. فبدي أنا أوجد الديفرنس، المسافة distance sorry بين الB الA والB، المسافة ما بينهم distance. معايا؟
يعني الديستانس ما بينهم هي بتكون عبارة الديستانس تساوي الجذر التربيعي ل AX minus AX minus BX square زائد AY minus BY square زائد AZ minus BZ كل square. ماشي، هذه كلهم تحت الجذر، هاي المعادلة. فإذا أنا كيف بدي أعمل؟ لازم أعطي الكوردينيتس لـ A والكوردينيتس لـ B. الكوردينيتس لـ A اللي هي AX و BX، AX و AY و بيز او اي زد. و بي اللي هي بي اكس و بي واي و بي زد. فاذا انا بدي اعمل عمليا انه اطرح الاي ماينس بي اكس وربعهم، و AY minus BY وربعهم، و AZ minus BZ وربعهم، والكل تحت الجذر. هذا اللي بدي أوجده. معناته لازم أدخل أول شيء اللي هي الكوردينيتس تبعات الـ A والـ B. إذا لازم أدخلهم كيف؟ بعرفهم في مواقع تخزينية float AX AY AZ BX BY BZ. وبقول له دخل لي النقطة A AX AY AZ، ودخل لي النقطة BX BY BZ. إذا هدول هني للإدخال، أدخل لي النقطتين بس. بدي أقول له see out distance equal square root power AX minus BX square power of AY minus BY square power AZ minus BZ كما 2، الكل تحت السكوير روت. فبما انه استخدمت الباور والسكوير روت، معناته لازم ايش؟ لازم استخدم اقول له انكلود الماث فانكشن. مفهوم؟ يعني مسألة رياضية هاي، إنه توجد المسافة ما بين نقطتين. طيب، إذا الـ compound statement الـ general form for it، لما تقول general compound statement means we have many statements. لما محطهم بين braces معناته هون we have different statements that should be executed as a block. بشكل عام مثلا لما هون بتقول له A تساوي 3 و B تساوي minus 2. If A أكبر من B بدي أنفذ جملتين، إنه يطبع لي A ويطبع لي B. فأي شو عملت؟ حطيت البريسز، لأنه لو قمت البريسز كان بينفذ لي بس سي اوت A إذا تحقق الشرط، وبعدين سي اوت B. وإذا كانت A مش أكبر من B، مش راح شو يعمل؟ راح يجي على سي اوت B إذا قمت البريسز. بس هيك أنا لما أحط البريسز هون، هذه معناته إيش؟ بدي أنفذ الجملتين هدول. يعني هون مثل هيك
If B أقل من A. Yes. شو بده ينفذ؟ بنفذ هذه الجملة. خلص بيجي على هذه الجملة. لكن لو مش B مش أكبر من A مش أصغر من A معناته شو بده يروح؟ بس بيروح على هذه الجملة. هذه if B أكبر أو يساوي A يعني بتنفذ هون. لكن في حالة B أقل من A بتتنفذ هاد وبتتنفذ هاد. هلا لما بقول له if A if A if true يعني وإذا true يعني واحد أو non zero بشكل عام. فA ما هي قديش قيمتها؟ ثلاث. فإذا non zero معناته true. فشو راح ينفذ؟ راح ينفذ هاي وراح ينفذ هاد. فبصير قيمة A هون قديش؟ قديش بتصير؟ بصير أربعة. بس بيطبع قديش؟ قيمة ثلاث. هل بيجي على B هون؟ see out B؟ لا ما بيجي على هاي. هاي ما بينفذ هالجملة. أوكي. صابرين. تفضل احكي. كمان مرة ما فهمته. يعني دائما لما انا بدي استخدم انفذ حسب شرط كونديشن معين if condition وبدي انفذ اكثر من جمله بحط braces ماشي عشان انفذ اكثر من جمله. لكن اذا في جمله واحده مش شرط احط البريسز. حكينا المره الماضيه هذا الحكي يعني بقدر اقول له if condition و statement هون ماشي وبس بتتنفذ جمله واحده. واذا حطيت البريسز هون هي نفس الاشي بتتنفذ بس الستيتمنت. هاي البريسز بستخدمها في هذه الحاله اذا كان في اكثر من جمله. اكثر من جمله بدك تنفذ. يعني على سبيل المثال لما بدك تقول له if x equal equal zero بدك تعمل تقول له x plus plus وبعدين تقول له see out x يعني بدك تنفذ هذول الجملتين إذا تحقق الشرط ماشي. هذه في هذه الحالة انت نفذتي هذه الجملة اللي هي هاد اللي اكس بلس بلس بعدين جيتي على هاي مفهوم. فاذا كانت اكس تساوي صفر معناته قديش بدها تطبع لك هون؟ قديش بدها يطبع صابرين؟ بيطبع واحد. بيطبع واحد ماشي يعني. لكن لو جيت لهون هيك قيمة البريسز ماشي وقلت له هون x تساوي 5 شو بيطبع لي؟ خمسة بيطبع لك 5 لأنه هذه الجملة fx equal equal 0 x plus plus بس بنفذ لك بس هذه الجملة ما بنفذ الجمل الثانية. لكن اطلع هون لو حطيت هلا البريسز هون بهذا الشكل وكانت اكس تساوي 5 شو بيطبع لك؟ 6 شو بيطبع؟ 6 6 هو بيطبع 5 5 والاكس بتساوي 6 كيف يعني؟ كيف؟ امشي مع اللوجيك. نفس الشيء دكتور. قديش بيطبع؟ بيطبع لك شيء هو اصلا في جمله طباعه؟ في سي اوت. بيطبع شيء يا صح يا امير. مزبوط؟ لانه اكس هل ايكوال ايكوال زيرو؟ لا. معناته وين بدي يجي؟ بدي يجي لهون. ماشي بيجي لهون.
ما بيجي على داخل اللوب هذا أو داخل البلوك هذا، لأنه ما تحققش الشرط. عندما يتحقق الشرط بنفذ ما بين البريسز. مفهوم هذا؟ صابرين فهمتيها؟ مفهومة فهمت دكتور. طب لو قلت هيك هلا، شو بطبع لك؟ صابرين شو بطبع؟ لا لا بطبع صفر. اه شو بطبع؟ خمسة بطبع، لأنه تحقق الشرط الأول. هل تحقق الشرط؟ لا. هل تحقق؟ ما تحقق، لأنه X equal equal zero؟ لا. معناته وين بدي يجي؟ على الجملة اللي بعد الإف، وين هي؟ هذه الجملة. لو كانت يعني موقعها هون، بس هي ما بتتنفذ. ليش؟ لأنه حطيت braces. The braces عملت enforcement، يعني أجبرت الكمبيوتر إنه ينفذ ما داخل البريسز لما الشرط يتحقق. مفهوم؟ أوكي. طيب. يعني هاي أمثلة متعددة. أنا بعطيك أمثلة لأنه آخر إشي يعني هذا، لأنه بعدها من ننتقل لموضوع آخر، بس لازم تكون متقن الأمثلة متعددة وسريعة. Write a program to read up to three integers. بدي أقرأ three integers. And print their average. بدي أطبع معدلهم. كيف؟ First the prompt read the number of integers, then read the integers themselves. يعني بدي أقول له read the number of integers، بعدين أدخل له القيم. And compute and print their average. هلا هون. Read up to. أنا بقول لك. Read up to. Up to. Up to. And يعني مش شرط ثلاثة. Up to. يعني ممكن يكون رقم. أو رقمين أو ثلاثة. هذه معنات up to. مفهوم؟ فإذاً عدد القيم بده يكون يا واحد، يا واحد، يا اثنين، يا ثلاثة. فالأفريج، الأفريج إذا كان واحد معناته الفاليو اللي بدي أدخلها الفاليو اللي بدي أدخلها على اعتبار إنه القيمة واحدة، اللي هي X مثلا على واحد، ما هي الأفريج. إذا كانت اثنتين معناته بدي أدخل X بلس Y وأقسمها قديش؟ على اثنين. إذا ثلاثة بدي أدخل X وأقول له بلس، دخل الثلاث قيم يعني X بلس Y بلس Z على ثلاث. فبناء على هذا المنطق بدي أوجد الأفريج. فإذا كانت القيمة بمعنى F الشرط أو عدد القيم تساوي number of values، تساوي واحد اعمل لي هيك، إذا اثنين اعمل لي هيك، إذا ثلاثة اعمل لي هيك. ماشي؟ فإذا لازم أقول له قديش number of values، فأنا لازم أدخل له قيمة قيمة number of values. أقول له دخل لي قيمة، أو دخل لي ثنتين، أو دخل لي ثلاثة.
فإذا كانت واحد معناته بدي أحسبها على أساس أدخل قيمة واحد اللي هي X وأوجد المعدل اللي هو X، وإذا ثنتين معناته بدي أدخل X وبدي أدخل Y والمعدل أحسبه X بلس Y على 2، وإذا ثلاث معناته بدي أدخل قيمة X وY وZ وبدي أوجد المعدل X بلس Y بلس Z على 3. إذن لو عرفت هذا الكاونت، هذه كاونت وهذه الانبوت فاليوز، انبوت فاليو اللي هي يا اكس يا اكس واي يا زد، وهون الافريج، ماشي؟ فبس بقوله اف الكاونت تساوي ايكوال ايكوال واحد دخل قيمة X والأفريج بده يكون هيك. If الكاونت equal to دخل لي قيمة X و Y واجمع لي إياهم وقسم على 2 مشان توجد الأفريج. If الكاونت 3 دخل لي 3 قيم اجمع لي إياهم وقسم لي إياهم على 3. فهمنا اللوجيك كيف؟ مين مش فاهم اللوجيك؟ انتوا لا بتقولوا لا ولا لا. المنيح فيكم انه بتتذمروا مش يا اخ، ما بتقولوا اخ، قولوا اخ يا بيي يا ابصر ايش يعني، ما بعرف انك انت فاهم مش فاهم كذا كلي، لانه هذا لانه انا مش شايفك. فاهم فاهم دكتور. ما هو انا اللي شايفه بس الله. اثنين او اثنين ثلاثة اللي بحكوا والباقي أنا مش شايفهم أو بتفعلوش، يعني يعني كأنه داخل هو، يعني في بعض الناس أنا بشوف إنه بدخل كأنه يعني بدخل بيضلوا رايح من المحاضرة، بحضرش المحاضرة، بفكر إنه أنا يعني راح أخذ بعين الاعتبار إنه حضر ولا ما حضر. لا، إذا بدكش تحضر أنت حر، بس في نفس الوقت أي شيء بشرحه انت بتخسره، لانه التوضيح هذا مش الي الك اول اشي، وبدك تقرا لحالك. اذا انت شاعر انك انت فاهم 100% وما في مشكله، خلص شو ليش تيجي معناته. فانا بحب انك انت تكون في المحاضره اذا شاعر لحظه انك انت مش فاهم قل لي، لانه كله تراكمي، هاي البرمجة تراكمية. ما عرفتش البداية هلا، اللي بعده مش راح تفهمه، اللي بعده مش راح تفهمه، وهكذا. والله يا دكتور بدي احكي لك شغلة، أنا أول محاضرتين فهمت كل إشي بس بعديها ضيعت، يعني أنا قاعد بحاول أفهم بحاول أفهم بس مش قادر والله. ليش؟ شو والله ماني عارف. هل تابعت؟ تابعت يعني أول محاضرتين حضرتهم وفاهم، بعدين هيك مش عارف تخربطت وضعت قاعد يعني من عند الاف ستيتمنت بطلت تجمع تجمع ولا قبل لما حكينا عن الارثمتيك اكسبريشن، يعني ممكن من هناك بس الارثمتيك انا الخميس ان شاء الله نازل مسافر وراح احضر يعني المحاضره في الجامعة. انت وين؟ انت في السعودية؟ انا في السعودية في الرياضة. فزبطت الوضع هون وراح اقدر انزل الخميس، فان شاء الله بسألك عن كل شيء يعني مش فاهمه. طيب بس ايش انا اللي بدي اياه منك انك حتى المحاضرة هذه بتكون مسجلة عندك، ماشي، نازلة عندك على الموديل، اسمعها شوي شوي. محاضرات كلها السابقة أنا حاطط لك إياها، شارح لك إياها وموجودة على الموديل. هلأ اقراها شوي شوي وحاول طبق، حتى سلايدز موجودات عندك على الموديل، يعني اللي بشرح منها اقراهن شوي شوي، ما ترتبك في الدراسة. يعني لو قاعد عندك الحصة أو السلايد قاعدت معك نص ساعة ما تزهق،
البرمجي ما بدها ذاك، بدها طولة روح يعني، عرفت؟ هذه في البداية، بعدين خلص بتسلك الأمور. بس ركز معي هلا، لسه احنا في البداية، لحد الآن احنا في البداية يعني، مش ماشيين كثير يعني لسه. فأنت معك الحق إنك تضلك ماشي، بس أنت بدك تنزل يعني، ممكن وين أنت نازل؟ الخميس؟ نازل الخميس بعد المغرب الطيارة. يعني ممكن توصل الجمعة، أنت محاضرتك الأحد، ما هي إيش مشكلة؟ لا يعني لا، بوصل الصبح، بوصل الساعة 9 على الأردن، ومن الأردن على طول على الجسر، ممنوع أقعد في الأردن، فبظل نازل على الجسر وبوصل على الصبح يعني على الفجر يعني. بقدر أنا ما بدك تقعد ساعتين ثلاث، أنا بقول لك بدك تقعد في المطار ساعتين ثلاثة في مطار عمان. في مطار عمان يعني الساعة 12، الساعة 1 بسكر الجسر. لا، ما هو إحنا حالة خاصة عشان نازلين، حالة خاصة بنزلون عادي هيك رسلونا. إذا مرتبين لكم ترتيبات معينة، بس دير بالك بدك تكون محتاط يعني، إنه لأنه أنا حسب معلوماتي كثير بتغلبوا اللي بينزلوا. أوكي، خلص نسوي هذا، خلص مش مشكلة. بعين الله، بعين الله يعني. بعين الله، بعين الله. ماشي، الله يسعدك دكتور. هلا إذا هذا اللوجيك اللي حكيناه بدنا نكتبه بكود. فإذا أنا النمبر اوف فاليوز بدي أعرفها، فعرفتها في as integer هون، integer count. وبدي أعرف ثلاث متغيرات مشان الثلاثة values، يعني مش بقول up to three values، لأنه ممكن أدخل ثلاثة قيم، فبدي أعرف متغيرات بثلاث القيم. هلا بدي كله enter number of integers، دخل لي عدد القيم، فدخلت عدد القيم. هلا دخلت ال number of values، هل هي واحد ولا اثنين ولا ثلاث؟ بدي أكله. إذا كانت if الكاونت equal equal واحد، معناته دخل لي قيمة واحدة، فبقول له enter one integer value cn، بدخل x. إذا الافرج شو هي لقيمة واحدة؟ نفسها المعدل لقيمة واحدة هي نفسها. طلع حطيتهم وين؟ braces، لأنه كلهم بتنفذن. طيب إذا كانت الكاونت اللي دخلتها اثنين، إذا اثنين معناته لازم أدخل شو؟ X و Y، الشيء كلنا هون X و Y، معناته بدي أقوله cout enter two integer values cn X و Y، والaverage equal مجموعهم على اثنين، وسكرنا البريسز. طب ظلت الاحتمال الثالث اللي هي إذا كانت ثلاثة، فإذا كان ثلاث معناته لازم أدخل ثلاث قيم، معناته بدي ثلاث متغيرات. فإف count equal ثلاث cout enter three integer values cn x y z، والأفرج مجموعهم على ثلاث. مفهومي كيف؟ يعني طلع البرنامج سهل إنك تكتبه، لكن المنطق، منطق الحل هذا اللي حكيناه، هذا فهم السؤال هو 90% من الحل. اوكي، اي سؤال اخر دكتور؟ لو استعملنا لو استعملنا else if بدل الاقواس نفس النتيجة؟ لو ايش استعملنا else if؟ ما هي نفس الاشي. نفس الاشي. لو حطيت هنا else يعني else if، وهنا else if، نفس الاشي. طيب دكتور لو حط رقم مثلا 4 عشان نمنع، لازم نحط else. بس هنا طلع لحظة شوي، لما تستخدم ال else هون معناته مش راح يجي عليها الا في حالة انه ما كانتش ال count تساوي واحد، لكن في اذا بدون ال else يعني، اذا كمت ال else هون اذا كمتها حتى لو الكاونت واحد راح يجي يفحصها، ماشي؟ هو يجي يفحصها،
بس هي أكيد مش راح يعني تكون قيمتها اثنين لأنه واحد أصلا، بس بمر عليها، وبالتالي هذا يعني بيكون البرنامج مش ذو كفاءة أحسن من لو حطيت الإلس. هاي الفائدة من إلس. أوكي؟ تمام. نعم، اسأل. مين اللي بده يسأل كان؟ Okay. إذا nested if statement. A nested if means an if statement within an if statement. يعني if within an if. If statement with an if statement في داخلها. وبالتالي عدد ال if الداخلية بتكون unlimited. قد ما بدك تكون. Any number of if statement. مثل هون. لو كنا بهذا الشكل، وخلينا نتبع هذا المثال مشان نشوف كيف شغالي ال if then else if. يعني لما تكون x واحد هون y zero، هلا if not x، not x قديش؟ x واحد ما هي not x قديش؟ صفر. zero. فإف نوت إكس معناته فولس، صح؟ معناته وين بدي يجي؟ على إلس. على إلس. معناته شو بدي يعمل؟ بدي يضيف واحد لإكس، بتصير قديش إكس؟ اثنين. إف واي ديفايدد باي إكس، واي قديش؟ زيرو. ديفايدد باي إكس، اثنين. زيرو على اثنين، زيرو. إذا F0 كأنك بتقول له false. إذا وين بدي يجي؟ على else. فY multiply by 2. إذا قديش بده يطلع؟ صفر. هلا F Y modula X. Y قديش؟ Y صفر. صفر. X 2. وعلى باقي القسمة على 2 قديش؟ صفر. صفر. إذا false معناته وين بدي يجي؟ على x. معناته y تساوي y زائد 4 بصير 4. if y طلع else هون، مش دام مش حاطط braces بجوات الاد، معناته بس هاي اللي بتتنفذ، هذه الجملة اللي بتتنفذ. بعدها بتيجي على هون if لحظة شوي، نرد نعيد شوي. أنا بجوز خلص بس بديش نرد نعيد مرة تانية. هلا إذا X واحد Y زيرو. هلا if not X، X ما هي واحد، not X زيرو. فولس معناته مش راح ينفذ الاف، هاي راح يجي على الالس. الالس من هون لهون راح ينفذ، ماشي؟ كل هذه راح تتنفذ معناته بهذا الشكل. هلا اكس بلس بلس ايوه هاي قديش؟ اثنين. اف واي ديفايدد باي اكس زيرو، صح؟ فإذا else بدي يجي هون بدي يطلع زيرو. طيب if y modula x زيرو، مظبوط؟ زيرو معناته بدي يجي على else هون y plus 4، إذا هذه 4. هلا بدي يجي بعدها على الجملة ال F هون، F Y true معناته X تساوي Y، قديش هاي؟ أربعة. خلص؟ بعدين وين بدي يجي؟ على C أو X. إذا بدي يطبع أربعة، أربعة. دكتور. نعم.
هسه الاكس بلس بلس لو حطيناها سي اوت اكس بلس بلس اول شيء بده يطبعها ولا اول شيء تزيد الرقم؟ لا هون كجمله من سي اوت بزيد وبعدين بيطبع هون، لكن لو كانت جزء في اريثمتيك اكسبريشن بتطبع ال بتضيف بتطبع بتضيف الرقم بعدين بتطبع. ماشي بهذه الصوره، انه هنا لما بتقول في فرق بين ما تقول بلس 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 سوري لما تقول اكس بلس بلس اكس و اكس بلس بلس، هذول الجملتين مختلفات، لكن لما بتكون من جزء من arithmetic expression سوري هذول x بلس بلس بهذا الشكل، هذول متشابهات سيم لأن بغض النظر ضفت ولا هذا لأن الجملة، لكن لما بيكون هذا جزء من الاكسبريشن يعني تقول y تساوي بلس بلس x or كل y تساوي x بلس بلس، هون الاكس اول اشي بحطها بعدين بزيد، هون بزيد واحد ذا اكس بعدين بروح بحطها في واي. نشوف هلا مثال اخر. Write a program to read an integer and determine if it is positive, negative or zero. هذا شفنا، هذا حلناه سابقا. And write a program to read three integers and display them in descending تنازلي ascending تصاعدي في descending تنازلي ascending تصاعدي، يعني لما بتقول ascending هاي تصاعد، لما تقول descending تنازلي. فعندي ثلاث قيم بدي ارتبهم يا تصاعدي يا تنازلي. معناته أنا بحاجة لإيش؟ بدي أشوف يعني القيم X Y و Z، هاي الثلاث قيم بدي أشوف هل X أكبر من Y أو يساويها، أو Y أكبر من Z and Y أكبر من Z. إذا X أكبر من Y و Y أكبر من Z معناته الترتيب شو بده يكون؟ X Y Z X Y Z X, Y, Z. Okay. إذا X أكبر من Y. إذا X أكبر من Y. وZ أكبر من Y. إذا X أكبر من Y. Y أكبر من Z. كنا X. y z. اذا هلا y اكبر من x وx اكبر من z معناته y x z، فبدك تاخذ يعني بمعنى اخر جميع الاحتمالات. فكيف بدنا نعملها؟ بمعنى انه انا بدي ادخل الثلاث قيم، هاي دخلناها cn x y وz، بدي كله if x اكبر من y او يساوي y and y اكبر او يساوي z معناته سي اوت الاكس والواي والزد ورا بعض بطبعهم. else اذا لا بدي اشوف هل اكس اكبر من زد وزد اكبر من واي، اذا بده يكون الجواب اكس زد واي. else اذا لا، ما دام قارنت الاكس يعني مع الواي، اكس اكبر من واي اكبر من زد، وبعدين أخذت X أكبر من Z أكبر من Y، هاي احتمالين. بعدين بدي أخذ Y أكبر من X
و X أكبر من Y من Z و Y أكبر من Z و Z أكبر من X، هاي احتمالين. والثالثة اللي هي Z أكبر من X و X أكبر من Y أو else شو بدها تكون؟ Z أكبر من Y واي أكبر من إكس. هاي عندي 6 احتمالات لازم أخذهن لحتى أعرف أحل هذا السؤال. فبدي أعمل لوجيك يفحص لي هذه العملية. معنا أوكي؟ فكيف بدي أقوله؟ إذن إف إكس أكبر أو يساوي واي، الجملة if statement هاد. if x أكبر أو يساوي y and y أكبر أو يساوي z إذن c أو x y z. إذا لا بدأ كله if x أكبر من z and z أكبر من y c أو z. إذن هدول الاحتمالين خلصت منهم. هلا بدي أرد أخذ هون الاحتمالات الأو هاد والاحتمال الثاني هاد. if y أكبر من x أو يساوي x and y x أكبر أو يساوي z معناته c out، else if y أكبر من z and z أكبر من x اطبعهم، else خلصت من هدول بيجي لهدول if z أكبر أو يساوي x and x أكبر أو يساوي y c out z، else الاحتمال الأخير إنه z y. هاي جميع الاحتمالات اللي ممكن ما بدي أقارن ثلاث قيم. طبعا هون احنا شفنا لما بتكون قيمتين كيف أعملهم، لما أشوف ثلاث قيم كيف بدي أعملهم. طب لما بيكون عندي 100 قيمة بدك تستخدم هيك تعمل 100 متغير؟ لا، هذه راح نشوفها فيما بعد، نشوف كيف نحل. مثلا لو كان عندي 1000 قيمة بقدر أعمل اللوب، بقدر أعملها، بنشوف كيف نعملها بعدين. أوكي، بس هون أنا بس مشان أعرف كيف استخدام الـ if statement. هلا خلينا نشوف هذا السؤال. هذا سؤال which of the following code fragments are equivalent، أي من هذولا متشابهين؟ يلا أعطيني جواب. كل مين اي من الاثنين هذول نفس الاشي؟ الـ A والـ B. الـ A والـ B. شو رايكم؟ A و C. انا بقول A و C. وفي ناس A و C. هذا بيقول A و B، ناس بيقولوا، خلينا نشوف الحلول، ناس بيقولوا A و B، سوري A و B، ناس بقولوا A و C، ناس بقولوا إيش كمان؟ بس هذول الثنتين. الله، طيب نشوف كيف. لو بدنا ندرس A، هلا جملة الـ C out هاد هي الوحيدة اللي بتتنفذ إذا كان الشرط باقي القسمة not equal to zero، مظبوط؟ لو طلعنا هون مين بي ولا سي اللي بتتنفذ السي اوت نمبر اذا تحقق الشرط؟ في بي تتحقق الحالتين، في السي لا، تتنفذ الثنتين، صح؟ مظبوط. فاذا هذه مش صحيحه، اذا اي وبي صح، لأنه سي اوت از اود تتنفذ في كلا الحالتين، في حالة انه كانت
لا تساوي صفر بس يخلص بيجي في حالة إنها تساوي صفر بيجي لهون في كلا الحالتين. هون نفس الاشي بنفذ هذه في حالة إذا كان لا يساوي صفر بعدين بيجي إلى is odd، وإذا مش إذا يساوي صفر بيجي إلى odd. لكن هون في حالة لا يساوي صفر بنفذ الثنتين فقط، وفي حالة إنه يساوي صفر شو بصير؟ ما بكتب أي شيء. إذا هذه مش صحيحة. أوكي؟ طب هون أي من الجمل متشابهة؟ أوكي هذا حكينا عنه اللي هي هاد. What is the common mistake in في هون؟ إنه أنت لما بتحط البريسز بدك تنتبه، هاي البريسز تنتبه إنه أنت معناته بدك تحطهم، بدك تحطهم، بدك تعرف إنه الجواب الشرط ترو إنه هذه فقط الجملة اللي بدك تتمنى. طبعا هون اطلع برضو لما بتحط السيمي كولن، هذه غلط، شفناها في مثال أمثلة سابقة إنه السيمي كولن ما بصير تحطها هون لأنه ما انتهت الجملة، تنتهي في نهاية اللوجيك تبعها اللي هي هون في البريسز اللي هي السيمي كولن. هون نو سيمي كولن، ما بصير تستخدم السيمي كولن، هذه غلط. اوكي طب هون طلع على هاد، هون طلع الايكوال، هاي شو معناتها؟ هاي بحط النمبر تساوي صفر، وبعدين بقول لك اف صفر كانك بتقول له ماشي اعطى قيمه للمتغير نمبر وخلى اف زيرو صار، معناته دائما بده يجي شو؟ يجي على الجملة not true، يعني بيطلع من اللو بيجي هم، عمره ما بيجي على هاي، لازم تكون في الشرط. هذا مش شرط الايكوال، لازم تستخدمها ايكوال ايكوال، لازم تكون بهذا الشكل. اوكي طيب نشوف هذا المثال. write a program to read a score in the range from 0 to 100 and print its equivalent letter score as follows. إذا كانت بين ال 90 وال 100 أعطي A، إذا 80 89 B، إذا 70 79 C، 60 ل 69 D، و 0 ل 59 اللي هي fail. طيب كيف بدي أكتب هنا بروجرام؟ إذا بدي أفحص القيم الجريد او المارك بسكور هنا عند معرفها، هل هي في هذا المجال ولا في هذا المجال ولا في هذا المجال؟ فاذا كانت بين 90 و100 معناته بدي اقول له. شفنا احنا الاف ستيتمنت كيف تنكتب لحالها، لكن في البرنامج انت ممكن تقول له تعرف له السكور از ان اكس، وتقول له انتر السكور اللي هي اكس، وبتقول له if x اكبر او يساوي 90 and x اقل او يساوي 100 see out ال a، else بتقول له if x اكبر او يساوي 80 and x اقل من 98 see out b، else وهكذا مثل ما اخذنا سابقا. else في الاخير بتقول له invalid score، يعني اذا هي بين الصفر و 59 fail، اذا كانت غير ذلك يعني يا اما فوق ال 100 أو أقل من الصفر بتكون في غلط في الرقم اللي أنت دخلت. أوكي في أي سؤال لحد هون؟ طبعا في أمثلة متعددة، وفي عندك برضو على الموديل أمثلة أخرى بإمكانك إنك تشوفها وتتعامل معها. في أي سؤال؟
طيب نوقف عند السويتش ستيتمنت. المرة الجاية بناخذ السويتش ستيتمنت وبناخذ أمثلة أخرى.